السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اضرب الليسونس ما يجيش. شوف الحالة هي اللي فيها، شوف الحالة اللي جايبينها. قال لك خدموا هذه ثلاثة مرات ولا قداش، تخدم لي نهار وترجع ما عادش تخدم. شوف الحالة اللي جاية فيها، كان هذه الليسونس جتنا بالحالة هذه. شوف خيوطها كلها مقطعة، خيوطها كلها مريشة، مش عارف كيفاش يخدموا الناس هذوما. انت وقت ما حبش تخدم لك شنو الحركه اللي عملتها في التبلو؟ ولا ما حبش يضرب دماله، ولا حبش تخطف؟ ما حبش تخطف يضرب تخطف ما وهو ما قالكش الثقه؟ ما قاليش، قال لي اخوت لحمتهم وقهوا خدمه جمعتين وعاودت نفس الحكايه. يعني هو الصلاه بربشها ولا مش عارف عليش عمل. ومن بعد هزيتها لواحد اخر كيف نحام برستها جمله، هز النار شي يعمل لها قرع مثلا لاسيتون ولا شيء. من بعد وراجع خدمه صلحتها سبت الصباح سبت العشيه. عاود ماني قلت لك اش اسمه هذوك الشيء عملهم، يحركوا في شيت من هذوما. اي في شيت هذه مثلا عندك انت نتاع الضو، نتاع الضو غلغينها بكل، جابدينها من كارطه من لوط. هذه نتاع الضو ولدها. اي عطا نجيب لك هما جابدينها من لوطها. علاش؟ لان هنا الفيشه ما عندوش، هو 100% الفيشه هذه هي اللي عملت المشكله. هم مرافقينها وكل شيء، هي اللي عملت المشكله. تو حتى احنا هذه جبناها، شوف هاو حتى من برا، من برا يسحقوه يسحقوها. ما يبعثوش نحوها لهم، نحوها هذا كلهم بعثينهم. شفتهم اي علاش؟ لا هم غادي هذه تو وقتهم، هم هذوما من كسر تشعيل الضوء عندهم غادي ليل ونهارهم. اي يسخنوا الخيوط هذوما جويدين يتحرقوا، او ما يتحرقوا يتحرقوا البلاصه هذه. هاي البلاصه هذه تتحرق، قريتها البلاصه هذيك تتبشمط، كتبشمط هذيك تتبشمط الفيشه معها هذه اللي كيما هذه كيما هذه تتبشمط معها تتحرق. كي تحرق معها هم شو يعملوا؟ هذه يقصوها كيما هكاكا في عود، باش ياخذوا فيشه كيما هذه ويلفقوها ويحطوها من هنا. لا يجبدوا لها خيوط من اللطه، يلفقوا الخيوط من اللطه، يجبدوا لها خيوط من اللطه. ما عندهمش حل، خاطر ما عندهمش حل، فهمتني؟ خاطر عنده الفيشه هذه ما ناقصه، ما فماش ومش في كاس عم مختاره من اللطه. ما عندكش حل. اي اخي على كيفك كاس تقعد بلا ضو. فهمتك. اما هي الفيشه اللي نحاها ولوحها وين هي؟ هيك العمل شنو؟ توريت زيدها ردني معناها زيدها. اي اي ان شاء الله ان شاء الله نقول لها فيش. هذه تو احنا تو الشعب باش نخدموها بهذيا ولا نحطوا هذه ونخدموها ونشوف اذا كان هو فما حاجه اللي هي. ومن بعد هذوما ان شاء الله يكون في هيكل عنده شفيشه ولا نجموش ندبروا فيشه اخرى ولا هذا وربي سهل ان شاء الله. لما يستشعل ايه؟ وتاع الارباك تشعل؟ اي الارباك هذيك تلقاها من كرسي يمكن ولا بياس تشعل. وعندي السوندوم ده يظهر لي ماهوش قاعد اكتيفي. باش عرفته؟ خاطر ركبته مره وبعد قال لي ارجع لي ما رجعتوش. باهي تو من بعد نكمل نخدموها. وبعدها واحد يعمل ديكوستيك سبيسيست في رينو. تو نهزو نشوفوا لابياس انا وكابتن اللي ما يمشيش. تو نبدلوه ونرقلوها بحولين رقلوها. فما حد تهنى لا تهنى 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 لا تهنى تهنى. هذه مشكلة الضوء. الموتور كي تخدمه عم مختار انت ينصحني اسكو نبدل ولا نخليه؟ شبيه هو عندك شي 400,000؟ اي ننقص زيته؟ ياك زيت؟ ياك زيت؟ ياك زيت ولا لا؟ مش قاعد نصب لك ملوه ملوه يدخل. تو نشوف تو شويه مش مشكله، ما يعمل شيء ما يعمل شيء ما يعمل شيء. تو من بعد ما نخدمها ونشوف نقول لك اش فيها. كان هو ماكل جديد ولا بس عليه الواد هذا الجديد. اعطيه تو الساعه هذه تو بالضبط تو اعطينا نخدموها ورجلوا البوت جيب لك اهو. تو عندنا كعبة تو باش نركبوها له هذيا ونجربوا نشوفوا المشكلة منها هي ولا لا. هذه بوات فيزيبل او بي اس سي نتاع ميغان ميغان 2 اللي هي كيما الكاسكيت وغيرها ولا العادية كلها كيف هاي. شوف فيها الدنيا كيش مريشة كذا داخلة بعضها. تو هاني جبنا لها واحدة بالفيشات نتاعها ان شاء الله ونركبوها له ونجربوا ونشوفوا اذا كان حلت المشكلة ولا لا. أنا وريتكم أنا كيفاش جتنا السيارة هذه اللي هي ميغان، وريتكم الحالة اللي كانت فيها. هاو بدلنا له غيرنا له، نشوفك الحالة اللي كانت فيها نتاع الخيوط. شوفوا مخرجين له خيوط من هنا
مخرجين له خيوط من هنا من البوت فيزيبل كلها مخربقه من داخل كيف كيف لاحمين فيها برشا حاجات. المكان الفيشات كلهم محروقين مسوسين. هاو شوفوا كاش توا بدلنا له حتى الفيشات كلها بدلنا الخيوط كلها. شوفوا توا ما شاء الله الخدمه شاده مكانها جديده. شوفوا الانستالاسيون كيفاش. شوفوا الضفيره يقولوا بالعربيه. شوفوا كاش مصلحه. شوفوا خدمه عمك هيكل خدمه نظيفه يعني ما كان هدوريجين يعني تغطي عليها وتنسى معاش دور بها يعني كلها يعني ديريكت ما فيها شيء يعني. شوف فيها ما شاء الله كيفاش ولت. توا بعد ما فسخت لها الميموار خدمت خدمة تداري ساكت عاود طوم بدل تداري طوم بدل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.